ما معنى اسم هشام؟ يعني اسم هشام الجود والكرم والسخاء، بالإضافة إلى أن كلمة هشام آتية من هشم، والمقصود بالتهشيم هنا هو التكسير أو التحطيم، ويقال لولا هشامك لمات هذا المسكين جوعا. ويعتبر اسم هشام عربيا مذكرا ويدل على الهشم وهو الكسر، ويطلق أيضا على الرجل الهرم والرجل النبيل. ومصغر هشام هشيم. من أشهر من حملوا اسم هشام هم هشام بن حكيم، وهو صحابي ابن صحابي، وهناك هشام بن عبد الملك أيضا، وهو الخليفة الأموي العاشر، وفي عهد خلافته وصلت الإمبراطورية الإسلامية إلى أقصى توسع وغنى لها. يعني اسم هشام في اللغة الكرم والسخاء بالإضافة إلى الجود، كما أن أصل كلمة هشام هشم، والمقصود بها هو التكسير والتحطيم. هو اسم عربي مذكر وتصغيره هشيم، يعني أيضا الرجل النبيل. ومن أشهر الأشخاص الذين حملوه هشام بن حكيم وهشام بن عبد الملك.